انا مغني مش رسام. اغني باللوحات. مغني بالالوان. انا امارس الرحمه الثقافيه باني ابقى زي الناس. رحلة بيروت الحقيقة تعلمت فيها حاجات كتير. لا تعلمت يعني تعلمت دروس مش بس في الفن أو كذا، تعلمت دروس في الإنسانية وفي السياسة. أنا فنان للمرأة ونصير للمرأة، وأنا نصير كل الأقليات وكل المستضعفين.